بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن اليوم سنقدم لكم الموضوع لوحة ألحاد الأقصار السرعة. كما نعلم لوحة ألحاد الأقصار السرعة هي قواعد الطريق يجب علينا أن يتبعها كل مجتمع. من بين أعراض لوحة ألحاد الأقصار السرعة هي حفظ النفس وحفظ المال. حفظ النفس هي التوجيه الرئيسي في مقاصد الشارع. إنها نصوص الشارع تتعلق بحفظ النفس. الأول في معنى سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلقة. وحديث لا ضرر ولا ضرار. بمعنى الآيات في معنى سبحانه وتعالى بمعنى لا تركي بنفسك نهو التمر. يتأسس مع النصوص المذكورة بناء على طريقة الفئ ودارو الوزال ودارو المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم الآن أنا سأشرح عن حفظ المال. كحفظ النفس، حفظ المال التوجيه مقاصد الشارع أيضا. إهمال نتظيم طريق التسابق في أضرار المال، مثل المركبات، مقسمة الطرق وإشارة المرور. يتأسس من هذا الشرح إلى بناء طريقة الفقه، هو درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم ما هو طريقة المناسب لاستنباط الحكم عن قضية اللوحة الحد الأقصى للسرعة؟ أولا، قضية هناك التي تتماشى مع مقاصد الشرع. ثانيا، قضية مناسبة ودقة مع مفهوم مصلحة المرسلة. وبعد ذلك هيا نعرف تعريف المصالح المرسلة. في أولا تعريف المصلحة، والمصلحة هي جلب المنفعة ودفع المفسد. ثم تعريف المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يرد دليل من الشرع على اعتبارها أو إلغائها. جمهور العلماء والإمام مالك والإمام أحمد يقدمون مصلحة مرسلة كمصدر الفقه بسبب: أولا، الأشرح يحتمل رفعه الإنسان دائما. ثانيا، كل قوانين مستندة إلى النص والإجماع، والقياس تحتوي على مصلحة مرسلة. ثالثا، إنه رفعه الإنسان يتغير بالاستمرار ولا نهاية له. حجية العمل مصلحة مرسلة في رأي فقهاء الذين يرفضون مصلحة مرسلة كالمصدر الفقه: المذهب الزحلية وبعد علماء مذهب الشافعي مثل العميري وبعد علماء مذهب المالكي مثل ابن حجاج يرفضون حجية المصلحة مرسلة بسبب: أولا، فتح باب الاستنباط القانوني والأحكام على أساس الشهوات. ثانيا، العمل بمصلحة مرسلة يجلب القوانين أو حكمي مختلفة بسبب الزمان مختلفة. ثالثا، الشرح يركز ويقيم على رفاه الإنسان استنادين فقط إلى أدلة والقياسة المسموح بها. ثم شروط العمل المصالح المرسلة. في أولا، أن يكون الأخذ بها لحفظ ضرورة أو رفع حرجة. ثانيا، أن تكون معقولة. ثالثاً، أن تكون مصلحة ملائمة لمقاصد الشرع. وأخيراً، أن تكون عامة لا خاصة. الأسهم مصر المرسلة من جوان إكوا في جوهر التي إشار إلى مواقع شبكي وصف واحد blogspot.com. طيب، هناك ثالثة أسهم مصر المرسلة. أولاً، الأسهم الدروية وهو احتياج للمساء. هذه حجة الألوية لحياة البشرية المثل الكيسة لحافظة الأرى. ثانياً، الأقسام الهجية وهو احتياجة الأساسية، يعني حاجة الإنسان إلى تجنب الشدائد المثل رؤوس الترفض بجمع المسافر. ثالثا، الأقسام التأسنية وهو احتياجة الكامل، يعني حاجة للراء الحياة البشرية المثل المحافظة على أكل مهابسة. وفي كتابه أدرج اللوحة الهدد أصل للسرعة في اللوائي طريقة ومصالح المرسلة، كما إن لها فوائد ليست في أدلة متعلقة بها ولكن لا تزال متوازية مع مقاصد الشريعة. لذا في الإسلام يمكن استخدام لوحة الهدد أصل للسرعة أيضا. هذا فقط منا، شكرا.